هتعدي ان شاء الله، ان شاء الله خير. الحمد لله على كل حال. المهم على عامل ايه؟ طمني. وانت عارف مفيش حد بيقول حاجه. تعالى ننزل كافيتيريا انا الشباب ونتكلم براحتنا. تالي كده مفيش قدامنا غير ايمن. معاك طبعا، خصوصا ان اختفى فجاه، ده بياكد الشكوك ان له علاقه باللي بيحصل. اختفى يعني ايه؟ هرب من المراقبه وساب تليفوناته في البيت، محدش من اللي حواليه يعرف عنه اي حاجه، حتى المساعد بتاعه كاتم اسراره. طب ايه الحل؟ احنا بعتنا جبنا الموظف بتاع المينا اللي المساعد بتاع ايمن راح له، عادل بيحقق معاه دلوقتي، يمكن نطلع منه بحل. على فكره لو ايمن ده زاغ مننا يبقى سايب كده شكرا، مش عارف نوصل له. كله تمام يا اخ ايمن. مش كنا نتقابل في المكان اللي انتم مختبئين فيه؟ احسن من القلق اللي احنا فيه ده، ولا انت مش مأمن لي يا ابو سياف؟ مش مأمن للظروف. لا قدر الله ممكن تتمسك لاي سبب. كده احسن لينا وليك. ووشك اللي انت مخبيه عني ده برضه الاحسن ليكم وليا؟ بالظبط. تفضل. مصاريك جاهزه. ما بدي اخرك على موعد طيارتك. لانه بعد الشيء راح يصير هون ما بظن انه من الحكمه تبقى دقيقه واحده بمصر. مؤتمر الغاز تحدد ميعاده، عرفت؟ لا تقلق، ما راح خليني اتهنوا ابدا. على بركه الله. سلام. سلام. صدقنا نبيل، عمليه الصحراء الغربيه دي اتعملت عشان تلهينا عن حاجه اكبر بكتير هتحصل. بعدين هروب سياف قبل وصولنا هم اصلا راكبين الموقف ياكد لك ان في حاجه غريبه. بعدين العمليه دي مش محتاجه على فكره يجيب ناس من بره، ده كان ممكن اي حد ينفذها. وموظف الجمارك كمان اكد ان ايمن اداله رشوه عشان يعدي الكونتينرات من غير ما تتفتش. اسمع انا بقول لك ايه؟ سياف لسه في مصر واللي جاي لسه ما اتنفذش. طيب قوموا رايحكوا ساعتين كده وغيروا هدومكم وانا راح اطمن على ده، ونتقابل في المكتب بكره الصبح. إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. توكل على الله يا ابني، روح شوف شغلك. عادتها جنبها لا هتقدم ولا هتأخر، واحنا كلنا حواليها، لو حصل اي حاجة هكلمك. مقامك حيث اقامك يا ابني، ربنا سبحانه وتعالى اقامك في شغلك عشان تدافع عننا كلنا، مش عشان تقعد جنبنا وتسيب كلاب اهل النار دول يعيشوا في الارض فسادا. توكل على الله، مؤيد ومنصور ومحفوظ بعناية ربنا وبركة الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام.